تشترى لهم الحليب ديالهم هم كيرضعوا كيخرجوا المعاقين. راه 20 عام 22 تندار معهم تنتهلا فيهم تنتهلا فيهم تنقبلهم تنهزهم. واحد الفقيه من اكادير عيط عليا في التليفون، واحد اللي عطاني النمره ديالو عيطت عليه اللي ولا شنو كيوقع ليا شنو كيوقع ليا. قال لي كاودي شوف الا زاد عندك شي حاجه اخرى ما ترد عليش البزول ديال مو، راه شي حاجه راه كاين في الحليب ديال مو تيردعوا الحليب تيخرجوا المعاقين. وهادشي اللي قال لي ودرت انا بالراي ديالو وخرجت لي واحد البنت هي اللي منعت لي. ها هي البنات ديالي عييت وتنقبلهم وتنفرش ليهم وتنغسلهم وحتى هي قهرات مسكينه وما قداتش تهزهم. قال لك ما قديتش نهزهم الا ما هزهمش راجلي، والا ما معاونش معايا راجلي ما راه ما كنهزهم. والبلاصه فين غادي نديوها بالكروسه ما كايناش، كاينه على الحجر. الا ما كاينش الراجل ما كاين اللي يعاون ليا لا والو، انا بوحدي ما تنهزهمش تنغسلهم وبرا ما تنلقاش لي يهز معايا ندخلهم الكوزينه. ما تنغبرش منهم، دائما حاضنه على البنات ما تتمشيش كاع لشي حاجه لشي بلاصه السوق تاع هي والله ما تتسوقش. هادي شوف هادي الا ما وكلتهاش ما تاكلهاش، تناكلها بيدي. هادي تاكلها كتاكلها شويه شويه، مرات تاكل بوحدها ومرات تناكلها برا. الا ما خرجتهم برا ما تيخرجوش. الغسيل الا ما غسلت ليهم امهم اللي تتغسلهم تتخرجهم حتى لبرا وتتغسلهم وتنهز معاه تنجيبهم انا. الخدمه ما تنخدمش كاع غير منهم، الخدمه بعيده ما تنمشي ليها كاع. قالوا الخدمه غير شويه الحارط وشويه الكسيبه صافي هادشي اللي باش تنعيش. قال بالله قهرت دابا كبرت ما قديتش نخدم عليهم. لا ماش غادي يقراو، ما كاين لا مدرسه لا والو، ما كاين لا الطريق لا والو، لا الماء هنا عندنا والو والو، حنا غير في العروبيه ما كاين ما عندنا حتى حاجه والو، حتى الطريق بعيد والمدرسه بعيده. وانا عندي البنات معاقين الا ما هزيتهم في الشواري المدرسه راه ما غيقراوش، شكون يديهم المدرسه؟ والو ما كاين اللي يديهم، ما عندي لا حديد لا والو، فاش غادي نهزهم ونديهم للمدرسه يقراو؟ البنات غير معاقين ما تيهضروش حتى الهضره ما كيهضروش. ديتهم ما خليت لا الطبيب ما خليت لا الطلبه ما خليت السيود ما خليت حتى حاجه، كان دائما كنكري كورسات 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 حتى عييت وريحت. دابا كيقولوا لي راه ناقص لهم المخ ولا شي حاجه، ما فهموش في هذاك الشيء. ما عمر الا بغاو الماء كيقول صافي، اي كي 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 يفهمونا كيقول ها ها ها. بغيت زعما نخرج كنخرجهم تنهزهم حتى لبرا، ما كاين لا ميضه لا والو لا طوارئ لا حتى شي حاجه، تنهزهم حتى لبرا ونغسلهم ونردهم الفراش. انا ضايع اخويا ضايع انا بزاف والله العظيم، راه صبرت على التمره بزاف، قهرت قهرت قهرت، ما كاين اللي يخدم عليا والو، انا بوحدي تندر معاهم 22 عام كاع وخدمت على الاولين عاوتاني اللي ماتوا، واحد مات على 10 سنين وواحد مات على 6 سنين وتا هما المعاقين وماتوا دوك جوج، وبقاو لي هاد جوجات رشيده ومريم. هادشي اللي كاين. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.